هذه الفقرة اليوم قررنا أن نخير لكم معايدات الفنانين والنجوم لمتابعيهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبدايتنا راح تكون بالفنان العالمي لالجيرينو اللي نشر صورة وعلق عليها عيد مبارك mes amis à vous et vos familles. Je vous souhaite que du bonheur inshallah, paix, santé et tranquillité de l'esprit. الفنانة كنزة مرسلي نشرت صورة بالقفطان الجزائري وعايدت فيها متابعيها حيث قالت لهم عيدكم مبارك. نوك سايب نشر صورة رفقة الحلويات التقليدية الجزائرية وعلق عليها كونتا مير تنفوى الجاتو تاع العيد حتى لندن. الممثلة سارة العلامة نشرت فيديو تعايد فيه كل متابعيها ومحبيها بمناسبة عيد الفطر. صح عيدكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، تعيدوا وتزيدوا، كل عام والجزائر بخير، كل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير يا رب. البودكاستر أنستينا نشر صورة من البقاعة المقدسة وين كان يؤدي مناسك العمرة وعلق عليها صح عيدكم، تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بألف خير وكل عام وبلادنا في خير. الممثلة سهيلة معلم علقت من خلال صورة نشرتها بمناسبة عيد الفطر عيد مبارك عليكم أحبائي، كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير يا رب. أنيس جلولي المعروف بالحراش يكتب لمتابعيها عيدكم مبارك من خلال صورة ليه بالجلابة والطربوش. شمسو فريكلاين نشر صورة رفقة الحلويات التقليدية الشهيرة التشارك بنوعيه المسكر والعريان وسقس المتابعين ديالو شكون يفضلو. الممثلة مليكة بالباي نشرت فيديو تهنئ فيه كل الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر، كما أنها عبرت من خلاله عن حبها لمتابعيها وجمهورها. عيدكم طيب وتزيدوا إن شاء الله، يدخل علينا بالصحة والهنا، نحبكم بزاف. الفنانة لافرانكو ألجيريان كنزة فرح نشرت صورة تمنت من خلالها عيد مبارك لكل متابعيها. شمسو دي زد جوكير نشر صورة من أعالي العاصمة تمنى فيها عيد سعيد للفان ديالو اللي سماهم بلي جوكرز وكتب لهم صحة عيدكم توحشتكم. وبما أنه لابوز لافوتو اللي دارها هي نفسها مع لابوز تاع بانل أضاف أيضا تعليق طريف كتب فيه كيف كيف غمتو ما تحبو بانل. الفنان المغربي زهير بهوي هو الآخر تمنى عيد سعيد لكل متابعيه عن طريق صورة نشرها من أجواء احتفاله به من المنزل. ليموريست أمين رادي نشر صورة يهنئ فيها كل الأمة الإسلامية بمناسبة العيد عيد الفطر عفوا بتعليق طريف. الفنان العالمي ماتر جيمز نشر صورة بالقميص تمنى من خلالها عيد مبارك لكل الأمة الإسلامية.